يا اخي يقولوا جديد حبه والقديم لا تفرط فيه. اليوم غسات تقليديه قديمه بزاف، بنينه ياسر وسهله، وصفه جزائريه البيستاشا. يلا نبداو. بسم الله. عندنا 3 كيلات تاع لوز يكون مرحي رقيق، 4 روزاس دو سيترون. الكيلي تبداو به كملوا به، كيلة غير ربع تاع السكر، مغرف كبيره تاع زبده تكون طريه، فاني وقرصه الملح. الزبده لازم تكون طريه مش دايبه. نبقاو ندخلوا في الزبده مليح مع اللوز والسكر هذاك. من بعد عندي كولورون فير، نحطوا عظمه، خلط لها شويه بركه مزهر وحركتها خطيتها مليح، وراح نحل هذاك الكولورون في العظمه. والعظام حطوا بشويه، عندكم تروحوا تجريوها. العظمه ديك حليت بها هذاك الكولورون تاعي، ونبقاو نحطوا في العظام بشويه كيما هكا، ونبقاو ندخلوا مليح في هذوك العظام تاعنا. ما تعجنوش بزاف بزاف بزاف، زيد تخرجوا الزيت اللي كاين في اللوز، وبقاو بلوا بالعقل العظام ولا البيض، يديلكم على حسب الكميه تاع اللوز اللي درتوها. العجينه لازم تكون حاكمه روحها كيما شفتوها، ما ديروهاش جاريه بزاف باش ما تطيح لكمش في الفرن. تكون حاكمه روحها، نحطوها ترتاح مده 3 سوايع، وعلى قد ما تخليوها ترتاح مليحه. انا درت لها 3 سوايع، انتم تقدروا تخليوها حتى اكثر. نرش شويه فرينه فوق البلون دو طرافاي، نحلوها بالحلال، نعدلوها مليح. هنايا الخشن تتحكموا فيه، تحبوها خشينه ديروها خشينه، تحبوها يعني عاليه بزاف ديروها عاليه، ما تحبوهاش عاليه انتم حرين. تطبعوها كيما هكا بطابع مدور، ديروا طابع صغير باش تجيكم الكعبه متحوفه كيما هكا وتجيكم معدوله. الطرف تاع لاباط هذاك اللي يقعد كيف كيف نلموه، ونعاودوا نخدموا كعبات اخرين. انا ما جاتنيش كميه كبيره، الكاس اللي خدمت به يوزن 200 مليلتر. راك شفتوا قد ما جاوني واحد 10 كعبات. بعد ما نكملوا نطبعوها، راح نفرشوا البابي كويسون فوق البلاطو تاعنا اللي يدخل للفرن. لازم نفرشوا بابي كويسون، نحطوا الفرن سخون على 180 درجه، شعلت لها من الفوق ومن التحت. عندكم تخليوها تطيب بزاف، هي جست تحمر برك شويه، برك تاخذ تحميره، طفيوا عليها وهي سخونه. وجدت لها عسل هنا، حليته بشويه تاع مزهر كيما راكم تشوفوا فيه، وعسلتها وخليتها قعدت في العسل لمدة 5 دقائق، يعني ساعة لساعة. قلبوها عجويها كل باه تشرب مليح العسل وتجيك معسلة. من بعد نسقطروها من العسل، من فوق التزيين راح يكون بالبيستاش مرحي شوية خشين مش بزاف. تحبوا تدردروا بيديكم البيستاش، ولا تحطوا طرف تاع بيستاش في صحينة صغيرة وتغطسوا الكعبة كيما هكا، وكي تلقاو بلاصة ناقصة زيدوا لها شوية بيستاش من فوق، وزيد زينتو من الفوق بشوش الورد. اذا تحبوا ديروا كعبات تابيستاش ديروا كعبات تابيستاش، بصح بشوش الورد جات بزاف باهيه. غيسات تقليديه بزاف سهله بزاف بنينه، جربوها ماكمش راحين تندموا. ما تنساوش ديما نقولكم خليوا لي رايكم في التعليقات، اللي جرب حاجه يبعث لي نبارطاجيها مع الناس، انا باهي تشجعوا ناس بزاف كيفكم وديروا لا غيسات. ما تنساوش اللايك وحركه الاكسبلور. وتاني اللي ماهوش ماموني في لاشين يوتيوب تاعي، نقول لك ابوني فيها، راح تلقى فيها بزاف حوايج راحين يعجبوك. ما تنساوش اللايك وحركه الاكسبلور، وزعزعونا لي كومونتير بعالم فلسطين والعالم تاع الجزائر. وربي ان شاء الله ينصر خواتنا في فلسطين. قولوا امين. سلام.